مقاوم عند مستويات المية وكم؟ 43.5، والمتوسط الآن يقرأ عندها 43.36. ولو رسمنا ترند للبنك الأهلي من حل ما تحرك إلى اليوم ما كسر الترند حقه الفرعي البنك الأهلي زي ما كسر الراجحي. ممكن الراجحي يستخدم كرت ضغط والأهلي يمسك، ما زال إمكانيات الأهلي طيبة. طيب كيف نعرف إنه في خربان وفي ضرب في السوق؟ إذا كسر الأهلي كم؟ 43.35 هللة، 43.45 بيننا وبينها 45 هللة. هذه كسرة هنا لا بياحة وقلة حياة، معناه إنه هنا في ضرب حيجي من البنك الأهلي. زي لما قلنا في السابق لو كسرت 100.5، فشوفوا القياديات مو كلها تعبانة. اليوم اللي ضربنا في المزاد الراجحي ضربوه فخرجوا عن ايش؟ فبكره اذا ما يرجع الراجحي يختبر ويطلع فوق 74 وكسر 72.70 ترى حيضغط السوق الراجحي من الناحيه الفنيه. كده يا شباب استعرضنا الشركات الكبيره.